إلى ذلك ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ترأس اجتماع مجلس إدارة شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك في جناح دولة الإمارات في معرض أكسبو 2020 دبي وشهد اجتماع مجلس إدارة أدنوك اليوم إعلان زيادة كبيرة في الاحتياطيات لدولة الإمارات العربية المتحدة تشمل أربعة مليون مليارات برميل نفط و16 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي وبهذه الزيادة تصل الاحتياطيات الوطنية لدولة الإمارات من الموارد الهيدروكربونية إلى 111 مليار برميل نفط مكافئ 289 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي مما يعزز مكانة الدولة في المركز السادس عالميا في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية والمركز السابع في قائمه الدول التي تمتلك اكبر احتياطيات للغاز الطبيعي ويسهم ذلك في ترسيخ مكانتها موردا عالميا موثوقا للطاقه. كما اعتمد المجلس خطه عمل ادنوك لزياده استثماراتها الراسماليه الى 466 مليار درهم للسنوات الخمس القادمه. حضر الاجتماع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي وعدد من الشيوخ والمسؤولين.